بلدان كتيرة بيختارها المشاهير ليقضوا إجازاتهم، وأول مكان بيخطر على بالهم هي المالديفز المعروفة أنها من أجمل الجزر في العالم. كانت من الوجهات اللي اختارتها إيفا لانغوريا وبينلوبي كروز للابتعاد عن الباباراتزي والاسترخاء بالبرايفت ديلوكس ووتر فيلاز هناك. والجزيرة الثانية اللي بيحب يسافر عليها عدد كبير من المشاهير هي بورا بورا، مثل الكارداشيانز شيرون ستون ونيكول كيدمان اللي احتفلت بالهونيمون مع زوجها كيث أوربن. أما كاميرون دياز، جينيفر أنيستون وراين سيكريست فحبوا أن يسافروا على المكسيك وتحديداً لكابو سان لوكا للاستمتاع بوقتهم مع الأصدقاء والبعد عن مشاغل العمل. بس النجوم اللي بيحبوا المغامرات بيختاروا سيدني ليمارسوا فيها السيرفينج والسيلينج، مثل ليوناردو دي كابريو، باريس هيلتون وكريس هيمسوورث. وأكيد سان تروبي لازم تكون على قائمة البلدان اللي بيزورها المشاهير بالصيف، وتعتبر المقر الرسمي للفيمس اندريتش مثل جايزي وبيونسي، ريانا وإلتون جون. أما مشاهير الفاشن فبيختاروها حتى يعملوا لاكجري فاشن إيفنتس مثل كارل لاغرفيلد، روبرتو كافالي وجورجو أرماني، أو لحتى يستمتعوا بوقتهم مثل السوبر موديل سيندي كروفورد وكيت موس. وكمان رويالتيز بيزوروها بإجازاتهم، وأبرزهم الأميرة كارولين، واللي بيخلي هالمدينة من أكثر المناطق شهرة هي اللايف بارتي، وكمان منها بيقدروا يسافروا على البلدان المجاورة باليخوت الخاصة فيهم.